التربية الوطنية نسميها، نعم، منذ النشأ عندما تكون هناك مادة للتربية الوطنية للنشأ ينشأ على قيم وعادات وقيم حب الوطن التي نشأت عليها أهله وأجداده. هذا الخطاب السامي اللي وجه فيه صاحب الجلالة في خطابه السامي الأخير، نعم، بأنه المؤثرات كثيرة حول هذا النشأ، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي المسيطرة على العقول، يعني كل يأخذ من اتجاه معلومة، وعادات دخيلة وقيم دخيلة، وللأسف الشديد يعني حتى الولاء للوطن والغيرة على الوطن بدأت يعني تجدها في البعض منسحبة، بينما تحصلها في جيل من الأجيال قوية متمكنة لا يمكن التفريط في الوطن إطلاقا مهما كان، مهما حدثت من الأمور. وهذا ما يجب أن يكون عليه النشأ، وأن المدارس تبدأ المعنية، المؤسسات المعنية بالتعليم تبدأ في تغيير النهج، حتى ينشأ يعني الطفل العماني ينشأ في بيئة صحية مناسبة محبة لوطنها وأمتها وكرامتها وتاريخها وحضارتها، يبقى مستمد من تاريخه، يندفع إلى الأمام بقوة لأنه تاريخه قوي صلب. الحقيقة هو هذا العمل البناء، أن تعطي اللامركزية للمحافظات، وأن يكون هناك مجالس بلدية مكوناتها أساسا من المجتمع نفسه، هم الذين يخططوا ماذا يريدون لولايتهم أو لمحافظتهم. التجربة الماضية الحقيقة نتائجها كبيرة ومتعددة، وأثبتت حقيقة أنه اللامركزية ذات أهمية كبيرة، واللامركزية تعطي فرصة لكل من لديه فكر إبداعي في محافظته أو في ولايته أن ينطلق من خلال المجالس البلدية. هذه التجربة لا شك أنها تخضع للتقييم الآن، أنا متأكد أنها تقيم، بعد مرحلة من المراحل سيتم تقييمها، ماذا نريد بعد، هل نستمر في هذه الوتيرة أم نزيد قليلا في اللامركزية بأن تشمل قطاعات أخرى في هذه المحافظات. ولذلك أنا أعتقد أنه أصحاب السعادة وأصحاب المعالي والسمو المحافظين هم لديهم التجربة الحقيقية ليقولوا نعم نستمر على ما هو متاح لنا اليوم في اللامركزية، أو نتطلع إلى إضافة قطاعات خدمية تعمل في المحافظات يجب أن تكون ضمن اللامركزية في القطاعات الخدمية بالذات. ومن المؤكد أيضا بيكون هناك تعاون كبير جدا ما بينكم كأعضاء في مجلس الدولة وأعضاء أيضا في مجلس عمان أيضا مع المحافظين. هو جلالته أشار أنه العمل مشترك دائما، والتنسيق المشترك هو اللي يؤدي إلى الهدف بسرعة. أما الأعمال التي مشتتة وغير مركزة وتنسيقها ضعيف غالبا ما يكون التأخير حليفها في كل مكان.